تتجاوب قطاع التربية بكل مستوياته مع هذا الإضراب أو الدعوة لهذا الإضراب في يومه الوحيد والأول؟ صراحة احنا قلنا اضرب ليوم واحد فقط اللي هو يوم الانصات في اليوم الآلي، ولكن كانت استجابة يعني قوية قوية جدا، وخاصة في بعض الولايات التي أغلقت كل المؤسسات التربوية، يعني استجابة فاقت 80%، يعني كان بورسنتاج فاق 80%، يعني وكانت استجابة في الاعتصام يعني حضروا حوالي تقريبا أكثر من 3500 يعني مربي من بين المساعدين التربويين ومن بين العمال واساتذه مديرين مفتشين كل الفئات حضرت. الان اذا كان لم تستجب الوزاره، ثم قبل هذا هل استجابت الوزاره في هذا اليوم تحديدا؟ هل تلقيتم اتصالات من وزاره التربيه في انه فيه نيه للتفاهم معكم، ام انه الوزاره وكعادتها في المنظومه السابقه لا زالت تلتزم الصمت وتراقب من بعيد؟ الاداره التزمت الصمت. وانا بهذه المناسبة انا ندير نداء لكل نقابات عمال التربية لترك الحساسيات النقابية على جهة، وناخذوا بالاعتبار هذا الموظف في قطاع التربية، وكي تكون يعني قوة واتحاد النقابات راح تكون تجيب ثمارها. انا راح نزيد ندير نداء على دعوة كل النقابات باش نتوحدوا وباش نحلوا مشكل المشاكل اللي مطروحة في القطاع، عدة مشاكل من بينها مشكل القانون الخاص ومشاكل اخرى اللي هي طب العمل ومشاكل الجنوب، يعني كنا لازم النقابات حان الوقت باش نتحد ونترك كل حساسيات على جهه. سيد عبد الكريم تحديدا، يعني هناك حساسيات ما بين هاتين النقابات، واريد لك ان تشخصن لي تحديدا ما هي المشاكل الحاصله بين نقابات وعمال التربيه؟ نتحدث انه اصبحت اقطاب متعدده تعبر عن مشاغل ومشاكل قطاع التربيه، ما واقع العلاقات الحاصله ما بين هاتين النقابات يعني وبصراحه حتى يتطلع جمهور التربيه والتعليم عن هذا الواقع؟ هي شوف هي على كل حال يا اخي هذا موضوع يعني موضوع باش يكونوا بكل صراحه، هي المشاكل هي استعراض العضلات والزعامه، كان بعض رؤساء النقابات يحبوا يتزعموا ويحبوا يوروا روحهم بانهم اقوياء ويحبوا يوروا بالقاعده العمليه، ولكن لكن كان همهم الوحيد هو الخدمات الاجتماعيه. اليوم راهم في الخدمات الاجتماعيه، قال كفانا مشاكل راكم خدمة اجتماعية راكم فيها، اليوم أروحوا ندرسوا مشاكل العمال الحقيقية، لأن احنا كنقابة وطنية لعمال التربية كنا خارجين يعني كنا ما دخلناش في صراع مع الخدمة الاجتماعية لا في الانتخابات ولا في المفاوضات تاعهم، وحنا رانا نقولوا كان النقابة الوطنية لعمال التربية ما تسيرش الخدمة الاجتماعية، حنا رانا رافضين، ولكن اليوم رانا نشوفوا الصراعات الداخلية بين النقابات، حتى النقابتين اللي داروا نفس الإضراب راهم اليوم اتقاسموا. احنا رانا نقولوا بلي اليوم حان الوقت باش نتكلموا على هذا الموظف وهذا العامل وهذا المربي، اذا ما رفعناش حنا عليه الغضب ما راحش يرفع عليه اي واحد الغضب، ولهذا انا نطلب من كل النقابات مره اخرى ندعو كل النقابات للتوحد. جميل جدا، اذا في اخر اسئلتنا استاذ عبد الكريم بوجناح، كيف ترى تعامل الوزاره اذا كان استمرت في الصمت وعدم الرد على طلباتكم، ما هي الاجراءات التي يمكن ان تتخذها النقابه الوطنيه لعمال التربيه إزاء صمت وزاره التربيه مستقبلا؟ احنا اذا بقت الوزاره في هذا الصمت احنا راح يكون اليوم راح نديروا اليوم اجتماع تقييمي ونقيموا واش درنا اليوم العير هذا اللي اهين فيها المربي من طرف قوات القمع. احنا راح ان شاء الله نروح ندخلوا في استاذ عبد الكريم اذا سمحت دقق لي على النقطه، ما معنى اهين فيها عامل تربيه عن طريق القمع؟ من تلقيتم وكيف جرت مجريات الاعتصام امام مقر قوات الامن؟ انتظرتنا بالعصي، وهل تم الاعتداء على بعض المعتصمين؟ اعتقلت اكثر من 300 شخص. وهل تم الاعتداء استاذ عبد الكريم دقق معي حتى يرى الراي العام؟ تم الاعتداء على عندنا حتى بشهاده طبيه، اعتدوا على امين ولائي لولاية تبسه، واعتدوا على اخت في راهي مجروحه في الرجل تاعها، والاخ هذاك النقابي هذاك راكب في المستشفى وداروا له حتى شهاده طبيه كوي بليسير يعني ضرب وجرح. واعتقلت انا كامين عام للنقابه الوطنيه لمده ساعتين في مركز الشرطه سيتيام ارونديسمون بيركور. يعني بكل صراحه اليوم رانا نشوفوا باللي اصبحت سياسه القمع، وبهذه الطريقه هذه ما راحش تخرج على خير. احنا واش نطلبوا من الوصايه فتح باب الحوار مره اخرى باب الجديه
وتلتزم بالنقاط اللي قلناها في المحاضر وإعادة النظر في القانون الخاص. احنا رانا نقولوا باللي الوزارة عندها يد في باش يعني كي تحب تفتح القانون الخاص نقدروا نفتحوه، لأن في يعني في نقاط أو أخطاء قانونية. إذا كان لم ترد وزارة التربية على مطالبكم، ما هي الإجراءات بعد اجتماعكم؟ إنجاز لي أن أقول إجراءات افتراضية، هل يمكن فتح باب إضراب غير يعني إضراب مفتوح بدون أجال، أم أن هناك إجراءات أخرى يمكن أن تتخذ، خاصة وأن البكالوريا في الأطوار في الطور الثانوي على الأبواب، وشهادة التعليم المتوسط على الأبواب، وشهادة الابتدائي على الأبواب؟ ما محل اليوم الطلبة والتلاميذ في قطاع التربية من كل هذه اللا تفاهمات؟ ولا كل حال احنا راح نديروا يعني راح نديروا مجلس وطني استثنائي ان شاء الله يكون في اقرب الاجل، وراح ناخذ المجلس هو راح يوثق وراح ياخذ قرار ندخلوا فيه، ممكن ندخلوا في اضرابات او اضراب مفتوح او نقاطعوا الامتحانات، يعني المجلس يوثق راح ياخذ القرار تاع طريقه الاحتجاج. احنا بالنسبه للتلاميذ هذول اولادنا، احنا على كل حال احنا اولياء قبل كل شيء، وهذو اولادنا احنا عندنا ولادنا يقراو مازال يقراو وراهم في كيما يقول لك راهم راح هما مقبلين على شهاده البكالوريا وكانوا مقبلين على شهاده الفصل. احنا على وزاره التربيه هي المعنيه الاولى بهذا التلاميذ، يعني اذا كان وزير التربيه اراد باش يكون استقرار في القطاع عليه فتح الابواب والالتزام بالمحاضر اللي قدمناها اللي مضيناها معه. اخ عبد الكريم بوجناح، كلمه اخيره اذا سمحت على قناه لاندكس تي في الجزائريه. احنا والله اولا اشكركم جزيل الشكر، و نظن انا ما بقاليش باش نقول يعني حاجه كبيره، نقول بلي الاساتذه باش يتوحدوا، ونقول نطلب من النقابات ثاني يتوحدوا باش تكون عندنا كلمه واحده موحده، وهكذا نقدروا ندافعوا على حقوق العمال بجديه ونتركوا كل حساسيات على جهه. كان معنا عبد الكريم بوجناح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية من عين المكان من العاصمة من مقر النقابة الوطنية لعمال التربية عبر خدمة سكايب. شكرا جزيلا لك. ربما تبقى المسيرة صعبة جدا لعمال التربية في خوضهم لطلب حقوقهم بشكل يعتقدون في صوابه، فيما ننتظر دائما تدخل الجهات المسؤولة لإنصاف الناس فيما يطلبون فيه. وتبقى ويبقى ربما قطاع التربية من أشد القطاعات حساسية، والذي ينبغي أن تولي له الدولة كل أنواع الاهتمام، وإلا فمستقبل الجيل القادم وما بعده من الأجيال قد يعاني الكثير. من قناة لندكس تي في أحييكم أنا عبد الحليم بوشراكي، في أمان الله.